بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. موضوع اليوم هو في مقدمات للمسائل الأصلية، يتصل بتعريف علم الكلام أو علم التوحيد من جهة التعريف، ثم الموضوع تعريفه، موضوعه، أسماؤه المتعددة، مهمته، مهمة هذا العلم، ثمرته، نسبته. هذه المسائل لابد من معرفتها قبل أن يباشر الإنسان الموضوعات المحددة في هذا العلم. علم الكلام، علم التوحيد، علم العقائد، علم الفقه الأكبر، علم الجدل، علم المناظرة، علم أصول الدين، هذه أسماء متعددة لهذا العلم، وكل واحد من هذه الأسماء له جانب يتصل بموضوعه. فعلم التوحيد لأنه يبحث في ذات الله سبحانه وتعالى بكونه واحدا وصفاته واحدة، في صفاته وفي أفعاله وفي ذاته. وعلم الكلام لأن أكثر الموضوعات التي بحثها المتكلمون واختلفوا فيها هي كلام الله، هل هو مخلوق أم غير مخلوق، ولأن هذا العلم يكثر فيه الكلام، الكلام في كذا والكلام في كذا إلى آخره، فسمي بهذا الاسم من هذا الجانب. وعلم العقائد لأنها الموضوعات هذه التي يجب على المسلم أن يؤمن بها ويعتقدها، ولهذا سمي علم العقائد. كذلك علم أصول الدين لأنها مسائله هي الأصل، وقد جاءت هذه المسائل الأصلية في الحديث المروي عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما، وقد جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية البخاري: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وما يتبعها، هذه أصول، وما يتبعها من حقائق غيبية كالجنة والنار والحشر والنشر والصراط والميزان وسوان الملكين وسواه، مما أثبته السمع، مما يسمى بالسمعيات. هذه الأصول يجب الإيمان بها لغرسها في النفوس وتقريرها في القلوب تقريرا ثابتا لا تنحل عقدته. هذه المسائل تسمى بالعقيدة وتسمى بعلم الكلام وتسمى، لكن مش المسائل نفسها هي علم الكلام، لا، علم الكلام هو طريقة البحث الذي يبحث في هذه المسائل. ولهذا عرف الفارابي، عرفه بأنه ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء بالأقوال المحددة والأفعال التي وضعها صاحب الملة. هو موضوع مجعول هذا العلم لبحث هذه المسائل العقدية الواجب الإيمان بها بهذه الطريقة، أي بالطريقة النقلية والطريقة العقلية. وقد اختلف العلماء في ذلك قديما وحديثا في جدوى هذا العلم، أي في جدوى علم الكلام. جدوى علم الكلام ما هو؟ علم الكلام المشوب بالمنطق الذي موجود في الكتب الآن، كتب الكلام كله مشوب المنطق والفلسفة. بعضهم أنكره ورفضه رفضا تاما قاطعا، واكتفى بحجة القرآن الكريم والحديث الصحيح، ويمثل هذا الاتجاه الفقهاء والمحدثون. وبعضهم قال لا بد منه في مسائل العقيدة وفي الدفاع عن الشبه الموجهة إلى العقيدة، إنما يقع بهذا العلم، بعلم الكلام أو بعلم التوحيد أو بعلم العقائد وما سبب ذلك. والمتكلمون هم الذين ناصروا هذا الموقف.
ويقول الغزالي والرازي وعلماء الكلام يقولون إن هذا العلم، أي علم الكلام، هو العلم الكلي الذي يتدرج منه إلى العلوم الدينية كلها، هو الأصل، هو الكلي، كالحديث والتفسير والفقه موصولة، فهي علوم جزئية مأخوذة من العلم الكلي الذي هو أصول الدين أو علم العقائد أو علم الكلام وما شابه ذلك. فهو علم كلي، قال، وهو المتكفل بإثبات العلوم الدينية جميعها، وما عداه فهي علوم جزئية وعلوم فرعية، وشرفه أشرف العلوم لأنه متعلق بذات الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، والمتعلق بالشيء يشرف بشرف متعلقه. هذا بالنسبة لموضوعه، ومهمته كما ذكرنا هي إثبات العقيدة لا تقريرها. فرق بين إثباتها وبين تقريرها وغرسها. هو لا يثبت، هو لا يقرر العقيدة أن يغرسه اقتداء في النفس حتى يحصل إيمان بها، وإنما هو يثبتها، أي يثبت الحقائق الموجودة ويرد الشبهة الموجهة إليها من أهل البدع والزيغ والضلال. فهو علم دفاع عن العقيدة وليس تقرير وغرس للعقيدة. هذه مهمته. ثمرته، طبعا ثمرته معرفة هذه المسائل التي هي طريق النجاة والفوز في الآخرة، وطريق الصلاح والهداية في الدنيا. ونسبه، قالوا نسبه، ما هو نسبه؟ هو نسبة الفرع إلى، هو نسبه الأصل باعتباره ينتمي إلى الأصل. والرازي نفسه، الإمام الرازي المفسر المشهور، هو أيضا يعتبره علم كلي ويعتبره أشرف العلوم، أولا لأنه علم ديني، ولأنه يبحث في الأصول الدينية، ولأن كل صاحب فن يجد فيه ضالته، وغيرها من الاعتبارات التي ذكرها الرازي في كتابه التفسير الكبير. هذه مقدمة على علم الكلام. وأما التوحيد وبيان ما ذكر فيه سنجده في النص الموجود بين أيديكم. تفضل، من يقرأ؟ أقرأ. يسمى العلم الذي يبحث في العقائد بأسماء مختلفة، منها أصول الدين، علم التوحيد، وعلم التحكم والاستدلال، وعلى علم النظر والاستدلال، وعلم العقائد والفقه الأكبر، وعلم الكلام، لكن الشائع إطلاق أصول الدين وعلم التوحيد وعلم العقائد على مسائل الإيمان. الشائع بعد المنتشر أكثر، الذي يستعمل أكثر، هو هذه المصطلحات الثلاث، العقائد الإيمانية غالبا يشار إليها بهذه المصطلحات، علم التوحيد وعلم العقائد وغيره. تفضل. الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر والهدى والضلال وغيره ذلك مما له علاقة مما طلب الإسلام به. الإيمان به، مما طلب الإسلام الإيمان به، أي العقائد التي يجب الإيمان بها، سواء كانت العقائد التي ذكرناها أو العقائد كلها التي جاءت بالسمع، الصراط والميزان والحشر والنشر وسماء الملكين والشفاعة وغيرها، هذه كلها جاءت بالسمع، نؤمن بعذاب القبر وإلى آخره، هذه كلها موضوعات نؤمن بها عن طريق السماع، جاء بها القرآن وجاء بها الحديث، فنحن نؤمن بها، ولهذا تسمى سمعيات. ما إذا العلم ماذا؟ إلهيات ونبويات وسمعيات. نعم. علم الكلام فسيما، علم الكلام، علم الكلام، أما علم الكلام فسيما تسميته بذلك كما ذكر التفتزاني وهو متكلم. اعلم ان الاحكام الشرعيه منها ما يتعلق التفتزاني
ربما ما يعرفوش. التفتزاني هو متكلم مشهور، متكلم مشهور صاحب الكتب الكلامية المعروفة، نفس الشرح اللي كان موجود هو بدأ التفتزاني. حتى في البلاغة أيضا. في البلاغة في الكلام مشهور ياسر التفتزاني، وسنذكره عندما يأتي الحديث عن التفتزاني وغيره من المتكلمين. كما ذكر التفتزاني حيث قال: اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بكيفية الاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية، والعلم بالأولى يسمى. خليه إلى هنا. الأحكام الشرعية هي تنقسم إلى قسمين: أحكام أصلية هي هذه المسائل العقدية، هذه أحكام أصلية، هذه العقائد: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله والسبعيات وما جاء به، بمعنى الموضوعات والمسائل التي يجب الإيمان بها، هذه تسمى مسائل أصلية أو مسائل عقدية. والمسائل الأخرى التي يتعامل بها الناس في حياتهم هي فرعية وتسمى ماذا؟ شرعية. ولهذا يقول الإسلام عقيدة وماذا؟ وشريعة. عقيدة هي المسائل التي يجب أن يعتقدها الإنسان ويؤمن بها إيمانا جازما راسخا، والشرعية هي الأحكام التي تتصل بالعبادة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وتتصل بالمعاملات الإنسانية كالبيع والشراء، حق الجوار، الرهن، الطلاق، الزواج، ما يجري في حياتنا من تعاملات بشرية هي تسمى مسائل شرعية وليست عقدية. هي مسائل حكم شرعية، أي حكم الشرع بها وقررها بأحكام، إما واجب وإلا مندوب وإلا مكروه وإلا حرام وإلا غيره، هذه تسمى مسائل شرعية، مسائل عملية يتعامل بها الناس في حياتهم، وبعضها يتصل بالشخص كالعبادات خاصة، بالعبادات الخاصة بالإنسان، هذه تسمى. ولهذا الإسلام عقيدة وشريعة. العقيدة ما يجب الإيمان به حتى يكون المرء مؤمنا مسلما، فإذا فقد عنصرا منها سلب منه الإيمان. الذي لا يؤمن بوجوب الصلاة وبوجوب الزكاة وغيرها فهو ليس بمؤمن. الذي لا يؤمن بها، مش الذي يتركها، الذي لا يؤمن بها، هذه تزيل الإيمان، عدم الإيمان بها. والأحكام الشرعية يترتب عنها الإثم والحرام والعقاب، ولكنها تركها لا يزيل الإيمان، إنكارها يزيل الإيمان، أما تركها تهاونا وتكاسلا لا يزيل الإيمان، ولكن يجعل صاحبها في منزلة المؤمن العاصي. هذه أحكام شرعية، أحكام شرعية، أي حكم الشرع بها، إما أوجبها أو حرمها أو جعلها مندوبة أو مباحة أو مكروه. ولهذا يقول فضل وصل. العلم بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام. العلم بالأولى لا الشرائع والأحكام، مش العقائد. الشرعية. الشرعية العلم الأولى هي ما يتصل بالعبادات وما يتصل بالمعاملات. والثانية علم التوحيد والصفات. علم التوحيد والصفات. ما يسمى علم ذلك اشتهر مباحثه أي موضوعاته، موضوعات هذا العلم، ومباحثه أي ما يبحث به، أي وأشرف مقاصده ومعرفة العقائد عن أدلتها بالكلام، لأن عنوان مباحثه كان قولهم الكلام كذا وكذا. هذا سبب تسميته بعلم الكلام، من جملة الأسباب هي الكلام في الإيمان، الكلام في الصفات، الكلام في كذا، فسمي بهذا العلم، فسمي بهذا الاسم. ولأن مسألة الكلام اشتهر أشهر مباحثه
وأكثرها نزاعا وجدلا. كذلك هو الذي يقع فيه الجدال ويقع فيه الخلاف ويقضي تبادل الآراء هو بالكلام، ولهذا الفرق اختلفوا فيه اختلافات كبيرة. أنا ولأن علم الكلام يورث قدرة قدرة على الكلام على الكلام على الكلام في الشرعيات وإلزام الخصوم كما المنطق للفلسفة. معنى يشبه بالمنطق بمعنى القادر في علم الكلام، هذا العلم اللي يتمرس فيه ويعرفه معرفة جيدة يمكنه من الحجاج ومن إفحام الخصم ومن إلزامه وإقناعه بحجته، لأنه عرف الطرق التي يقنع بها الغير. لأنه أول ما يجب من العلوم وإلزام، والتي إنما تعلم وتتعلم بالكلام، فأطلق عليه هذا الاسم. لذلك تم خص ثم خص ولم يطلق عليه على غيره تميزا، لأنه خلي اقرا غير اقرا من الاخوات. اهلا وسهلا. ثم خص ولم يطلق على غيره تمييزا، لانه انما يتحقق بالمباحثه واداره الكلام من الجانبين الطرفين المتحاورين الكلام يدور بينهما، ولأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا ويشتد افتقار إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم، ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم، كما يقال الأقوى من الكلامين. هذا هو الكلام. هذا هو الكلام. الآخر مش كلام. كما نشوف في حتى في المنابر التلفزية في الحجاج بين المتحاورين، ثم اللي تغلب على خصمة بالحجاج والكلام. بعضهم ربما يقول حجة فلان هذا هو الكلام، والآخر يقول لا بعيد عن الموضوع. وقد سمي هذا العلم بالكلام لأنه مشتق من الكلمي. من هذا وجه من الوجوه، من الكلمي والكلب والجرح. وهذا هو كلام القدماء. هذا هو فيها مصر ولا عندكم اختبابه ولا اعطاكم عندكم كتاب تو موجود ترى افتح كتاب هذا، لان هذا مختصر اكثر، هذا مختصر لان حدث منه بعض المسائل ماشي ضروريه، وهذا طول اكثر. شوفوا ترى لقيت الكتاب موجود ولا لا؟ مش متوفر عندي. منين انتهيتي وواصلي من انتهيتي؟ وهذا هو كلام القدماء. هو؟ أنا ناخذ بس هيك الوضع مش الكتاب. نص فيلم. ها؟ أول الصفحة كم؟ لا نفسه يبدأ كيف أولى يبدأ من بداية النص اللي عندنا. فن التوحيد ولا التوحيد. رقم الصفحة شنو؟ رقم الصفحة تشوف رقم الصفحة مازال فيها النص مازال لأن هذا مختصر أكثر وهذا الكلام. في أواخر الصفحة 17.
لقيتي ولا لا؟ تعالي خذي هاك يا مصر. اعطيها عندهم هم السيد. ما تقدش النص. اي شوفي وين انتهيتي انت في القراءة. قوله بالتوحيد اي بطلبه وفيه براعة الاستهلال. براعة الاستهلال ما هي براعة الاستهلال؟ براعة العبارة هذه موجودة مكثرة في الكتب القديمة. ولا الكلام هذا براعة الاستهلال. براعة الاستهلال بمعنى يأتي باللفظة اللي تشعر بما بعدها بالموضوع. هذه براعة الاستهلال، أي استهل كلامه بما يشعر بالموضوع الذي يبحث. نعم، تفضل. وهي أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه بما لا يشعر بمقصوده. إيه؟ والتوحيد لغة العلم بأن الشيء واحد، وشرعا بمعنى الفن المدون فيما سيأتي وهو أولا في اللغة واضح التوحيد الشيء واحد. عندما نقول التوحيد قلم واحد، كتاب واحد، قصب واحد، معروف. وفي الشرع عند اصطلاح اولا يطلق على الفن المدون. هذا الفن المدون في الكتب يسموها مثلا يقولوا كتاب التوحيد، كتاب العقائد، كتاب الفقه، كتاب كذا، اي الفن المدون في كتاب معين خص بهذا الاسم. ويطلق التوحيد يطلق هو عبادة الله سبحانه وتعالى الواحد، والتصديق بأنه واحد فهو توحيد. فنعم. وهو علم يقتدى به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من أدلتها اليقينية. هذا المكتسب، وهذا تعريف مثل تعريف الفارابي الذي يقول هو علم يقتدر به المرء على ملكة يقتدر بها المرء على نصرة الملة، نصرة الدين. بمعنى ما هوش على غرس الدين، غرس العقائد، يعني يقول نصرة الدين، أي عقائد ثابتة نؤمن بها، نؤمن بالملائكة، نؤمن بالرسل، نؤمن بالنبوات، فنأتي بأدلة لإثباتها ونصرتها على من يخالفها. ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الملة أو الدين بالأقوال والأفعال المحددة، نصرة الدين. لهذا فرق بين غرس الدين في النفس ليؤمن الإنسان به، ونصرته أي إتيان الدفاع عنه والإتيان بالأدلة. لا هي أدلة، الأدلة المأخوذة من القرآن والسنة كل أصل. يعني إذا مكتسب بها هو يقصد بها معنى مأخوذة أي مأخوذة أي. والأدلة العقلية أيضا.